لا 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 من رسم انعوى سيال سلام لك من تنوم مثل المطر في دقولا من رسم انعوى سيال يا لا 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 يا لا 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 والما على السفح سيال دار الهنايا تنوم وارض المطر والطبيعه والما على السفح سيال. عليكم مساكم الله بالخير. ما شاء الله في تنومه والاجواء الزينه مع نقين السحاب وهالشبه الطيبه والوجيه الطيبه. مساكم الله بالخير، ايش حالكم؟ طيبين؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هالاطلاله العجيبه، جاء ضباب، الضباب يجي ويروح، والاجواء ولا احلى. سبحان الخالق، اجواء اوروبيه. اللي شدني في المكان هذا نظافته، ما شاء الله تبارك الله، نظيف حقيقه، اكثر متنزهات جيناها. السياح الله يهديهم يعني ما يهتمون بالنظافه. إطلالة من جهة، وهذه جلستنا. تو خف الضباب، طبعا هذا الجهة الثانية من جهة تهامة، يعني إطلالة على جهتين، خمس نجوم. ما شاء الله تبارك الله، في الأسفل تهامة ولكن ضباب. هنا مسطحات خضرة جميلة ونظيفة، ما شاء الله تبارك الله. السحاب كيف يجي من تحت، شيء عجيب. ما شاء الله تبارك الله، احنا في تنومة، اطلالات جميلة وقت الغروب. هنا بالاسفل تهامة، جبال تهامة، ما شاء الله. شوف الغروب، ما شاء الله، بتغيب الشمس بيطلع القمر. مساك الله بالخير، ايش حالك؟ طيب الحمد لله. شعورك في الاجواء الجميله؟ والله جو براد ما شاء الله، والله اجواء صعب نوصفها، ما شاء الله تبارك الله. قبل شوي المناطق هذه ما نشوفها ابدا، والله خياليه ما شاء الله. والمكان نظيف جدا صراحه، انه مو واضح يمكن البيت. يا لا 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 يا اللي تداور للجمال الطبيعي. تدور
أهل الجمال الطبيعي. لا 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 لا